انا كان نحب عند جدتي وكان نحب اجيش عندها وتخبرني كل سيبوري ما وقع في التيمون وخبرتني. قالت زوجي فعل لي سحر عشان احبه، كل واحد يحب الثاني، وخبرتني كل شيء. ثاني يحب الاد ولد هاد، قالت نسلمي سلامه صغيره سلامه كبيره وسلامه صغيره. و جولة العرس كانوا على الكيف، كان مع زو أنا اشتر بنو زو، وحركة أختها ماتت بتونة درخم هانة في العرس، وقعدت بنت واحدة زو. وأنا كان أمي كان بيصير تشتغل، وأنا أجلس عند جدتي أبو هلا، أجلس عند جدتي، وكان كده نحبري كان نحن حبيرين، وكان بحبه وحبيبي، وكان يجلس عنده يقولوا ما نجلس عند زقانه ما نسير، لا كان يجلس عنده مريضة ما كان يستر تخضع، يجي وكان يسير ونجلس مع جدتي ونامن وكان تحبه، وكان تبارك هذا إبراهيم الله يعافيك الله يجبره يخرجك زين. أز قالت امي امه جاي معانا انت واختيش، اختي كان يكبر بالعرس، كان نكبر بالزيت كان في العرس، وكان امي كان تلبسنا، كان يصير معها اختي مسكين كان في العرس في التمن، كان يشتي دبصور كل القريه ودبصور العرس كان حق العرس، وانا قلت شبعت من زي انا قلت انا امي صيري وسيروا وانا جس عند جدتي. قالت لي الماء أنا جيت عند تيلي ماشي، كان مسكينة على كانت تيلي تصير في المطو وأفعل لها بو بنخرج لها السعر، كان مسكينة ترحم، وكانت جيت معها كل الشوني. أصلا أنا تزوجت وحركة تزوجت وهي بكيت مسكينة، هي ربتني ربتني، ومي صارت تشتغل تقول لل لا المصوى أحسن. أنا كان أجلس عندها وأبوها لها لو ما يصيروا كان أصير لبيت سافر، كان أصير لبيت سافر وأشل المفتاح وأغلق عليه، وكان وحده أمي كانت تدخل القهوة وأصير عندها والمدفل، وكان أصير كان على الأفسكة قولي من هنا كان أخيج 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 وأفتح، وكان من هذا قلت روح الجنة جنة غيري علي قد أصير ملان، وقد قال مدفل ملان غيري علي نشتي زي ونشتي زي، وكان فرح وحركة كان أصير لبتسافر.